إذا نتحدث عن أهم ساحتين في العاصمة بغداد فهي ساحة عدن وساحة النسور. نعم. نسب الإنجاز ممتازة جدا. نعم. لكن نريد نعرف من جنابك أنه موعد افتتاحها. نعم. النهائي. يعني فيما يخص ساحة النسور مثل ما تفضلت به جنابك، بالحقيقة هي كل مشاريع فقر الاختناقات المرورية هي ذات أهمية، وإلا بصراحة ما كنا أن قمنا بمشروع معين في مكان معين دون أن تسبق هذا المشروع دراسات تخطيطية وتصميمية مع الجهات ذات العلاقة. نعم. وبالتالي يعني خلينا نقول ضرورة هذا المشروع قيامه في تلك المكان أو الموقع الجغرافي. فيما يخص مشروع ساحة النسور، ساحة النسور يتكون من 5 فقرات. الفقرة الأولى هو مجسر اللي رابط من ابتداء من مول بغداد باتجاه ساحة النسور. نعم. اللي تم افتتاحها من قبل خلال الفترة الماضية. صح. إضافة إلى 3 أنفاق اليوم تعمل بها الوزارة من خلال الشركة المنفذة، ومجسر المحاذي لمستشفى اليرموك. نعم. حاليا يعني خلينا نقول مطلع العام القادم إن شاء الله أو خلال الفترة القادمة سنتمكن من افتتاح نفق أو نفقين آخرة من فيما يخص ساحة النسور. ساحة النسور بالحقيقة مشروع بقدر ما هو مهم، بس بقدر ما هو فيه بعض التعقيد خصوصا من ناحية الإنشاء بصراحة لكثرة التعارضات في ذلك المكان بالتحديد. واجهت الشركة بالحقيقة ووزارة الإعمار ودارة الطرق تحديات ليست بالسهلة في هذا المشروع بالتحديد. واجهنا تحديات فيما يخص مشاريع المجاري أو الصرف الصحي، أنابيب المياه، أنابيب الكهرباء، الدعش كيفي، إضافة إلى قابلوات الاتصالات بحكم قرب هذا المشروع بالتحديد من وزارة الاتصالات أو برج المأمون. لكن بصراحة الوزارة متمثلة بدارة الطرق والجسور ومن خلال الشركة المنفذة والاجتماعات الدورية الحمد لله نتمكن من اجتياز هذه التعارضات. نسبة الإنجاز بالوقت الحالي؟ نسبة الإنجاز بشكل عام بالحقيقة يعني ما يحضرني رقم بقدر ما أقول لك أنه مشاريع فقر الاختناقات المرورية نسب الإنجاز الفعلية بها هي أكثر من النسب المخططة قطعا. وإلا ما استطعنا أن نفتتح المشاريع قبل الموعد المقرر إلها. هذا فيما يخص ساحة عدن. هذا فيما يخص النسور. هذا فيما يخص النسور عفوا. موضوع آخر. فيما يخص تطوير ساحتي عدن وصنعاء يعني إن شاء الله نتمكن من افتتاح هذه المجسرات في النصف الثاني من الشهر الحالي إن شاء الله. أكملنا يعني 15/10 يعني إن شاء الله شوية أكثر 15/10 شوية أكثر بقرابة أسبوع أقل الأسبوع إن شاء الله. اليوم نضع اللمسات الأخيرة فيما يخص هذا المشروع. هذا المشروع بالحقيقة مشروع تطوير ساحتي عدن وصنعاء أيضا مشروع مهم جدا يخدم عدد ليس بالقليل من المناطق السكنية ذات الكثافات السكانية العالية، يخدم مدينة الكاظمية ويخدم مدينة الحرية ومدينة الشعلة والجوادين وأجزاء. نعم. من الحي العدل، ويلعب أيضا دورا محوريا في نقل الحركة المرورية